سيادة المستشار، ايه الموقف في العقارات اللي هي مبنية على اراضي وضع اليد؟ هل دي ممكن تتقنن ولا لا؟ يعني العقارات اللي مبنية على اراضي وضع اليد دي، حضرتك وضع اليد ده بيبقى على نوعين من الاراضي، يا اما اراضي ملكية خاصة الافراد، يعني انا مثلا عندي حتة ارض جه واحد اغتصبها وقعد على عليها وبنى عليها وانا مسافر بقى في اي دولة ولا في كده في امريكا ولا في اي حتة، ده فرضية. الفرضية التانية ان يكون على اراضي ملك الدولة، والدولة دي الدنيا يعني كلمة كبيرة قوي، على حسب الجهة. تمام. فاحنا عندنا معنى عام او عندنا نسق عام لازم هنمشي عليه في الحالة دي. الحالة دي اذا كان وضع اليد على ارض ملك شخص ما، انا لا هيعمل طلب تصالح، هقبل منه الطلب لكن مش هخلص له اجراءاته ومش هديله ورقة تفيد ان هو تمام وتصالح، الا لما يجيب لي ما يفيد صاحب الملك اللي قاعد، يعني مثلا يجيب لي صاحب الملك عقد بيع منه انه اشترى منه الارض اللي بنى عليها العمارة دي، اتقننت يعني، يعني قنن وضعه مع من اغتصب حيازته او من اغتصب ملكيته. تمام. ونفس الحكاية مع الدولة، لو الدولة النهاردة هتبيع له حتة الارض دي كويس، ومش هتهد بقى زي ما احنا قلنا ممنوع المباني على اراضي الدولة وكده، حالات معينة لو هتقبل التصالح فيها، افرض اتبنى على ارض والارض ليست في الدولة في حاجة ليها، وهتبيعها له، هتملكها له، هتتقنن يعني، هتتقنن بشكل او باخر. يبقى في الحالة دي هيبقى جزء من تقنين الموقف بوجه عام، لكن انا ما اقدرش اديله كجهة وحدة محلية مش هلخص له مباني مبنية على ارض مش بتاعته. سواء كلمة مش بتاعته دي سواء ناس أو دولة. تمام. معنا تليفون. مساء الخير. اتفضل يا فندم. أيوة يا فندم، عايز أسمع سؤال حضرتك. اتفضل أستاذ رفعة. إيه؟ اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. ما أنا عايز أخش على الهواء حضرتك. حضرتك معانا على الهواء يا فندم، اتفضل. أستاذ رفعة. دلوقتي حضرتك أنا أيوة معك يا فندم. اتفضل. دلوقتي حضرتك إحنا 280 أسرة في المحلية دلوقتي. عندنا حضرتك كلنا عندنا بيوت في محافظة شمال سينا. بعدين دلوقتي حضرتك جاينا في بيوت مرخصة وفي بيوت مش مرخصة. ماشي. واحنا بيوت اصلا مش قاعدين فيها. جات ناس اتصلت بيا حضرتك من الرئيس الحي هنا بتاع حي الصفا بالعريش، قال لي يا فندم انت تيجي تعملوا تقنين. فرحت عند البيت مرخص. وعند حضرتك واحد النهارده دفعت ميه 1025 جنيه، وانا اصلا بقى لي اربع سنين ما قعدتش في البيت، ودفعوني 3260 جنيه والايصالات معايا حضرتك، وانا اصلا مش قاعد في البيت. واكلم المسؤول هنا في شركه الميه، احنا مالناش دعوه، ما حدش منكم قال لكم امشوا ولا حد قال لكم اعملوا بيتكم مغلقه. النهارده حضرتك رحت النهارده الترخيصات، قال لي انت اصبري شويه مش عارف هنا اسلوب اخر بلطجه في محافظه شمال سينا، ولا المحافظ سائل فينا ولا لنا رجع بيسكب وبيقول في بيوت عندنا هنا بيوت اتسرقت والبيوت اخر متدمره. حاضر استاذ رفعت. الحكومه تشوف لنا حل ان احنا مش قاعدين في البيوت، احنا لسه مش قاعدين في البيوت. تمام. حاضر استاذ رفعت. انا بقى اربع سنين ما دخلتش البيت هنا. استاذنك استاذ رفعت من المدرسه بس. ايوه يا فندم. اتفضل. استاذنك تسيب تليفونك في الكنترول روم وهنتابع مع حضرتك. حاضر يا فندم. انا بشكر حضرتك. بامانه انت قاعد تشوف لنا حل، احنا نستنى على قدر ما نستطيع ان نتواصل مع حضرتك. شكرا استاذ رفعة. معانا تليفون تاني. مساء الخير. مساء الخير استاذ ادوارد، اتفضل. الو. اتفضل استاذ ادوارد. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. من فضلك انا ساكن هنا في 2005، بدايه المخالفات العماره فيها دورين مخالفين. لكن متركب عداد نور عادي، وفي كان يعني المرافق كلها موجوده، كل المرافق موجوده وعداد عادي والبتاع الحديده موجوده وكل حاجه. حضرتك في الادوار المخالفه ولا السليمه بقى؟ لا، من الادوار اللي كانت مخالفه، وبعدين في 2007 دخلوا لنا الكهرباء. ما بصلش النظر على المرافق، انا بتكلم يعني انت بتقول في دورين مخالفين، يعني نعم. حضرتك في الدورين المخالفين ولا في الادوار السليمه؟ لا، من المخالفين. ايوه كده ماشي. وبعدين دلوقتي احنا بيقولوا المباني اللي هي بعد 2008 هي اللي عليها المخالفات، مش اللي قبل كده.
يعني حضرتك سألت في الحي ولا سمعت؟ كل الناس بتقول كده، واحنا عندنا جت بيقولوا ان من 2000 اللي ساكن قبل 2008 معلوش. استاذ ادوار حضرتك رحت الحي وسالت ولا الحي. سمعت بس؟ لا ما رحتش الحي، انا متكل على ان من قبل 2008 انا ساكن، من 2004. طيب سياده المستشار هيرد على حضرتك، في اي استفسار يا فندم؟ يتوجه للحي بس. شكرا. هو احنا بنقول احنا اخذنا 22/7/2017 تمام، لكن فيما قبل هذا احنا مش لا يعتمد على الكلام بتاع 2008 ده. هل دخول المرافق يا فندم بتعفي من التصالح؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، الموضوع فيه برضه خلط. خلط في ايه؟ ان المفترض ان الدوله اذا وافقت على ادخال المرافق فدي موافقه ضمنيه على تصحيح الوضع القانوني، هو ده اللي هو يقصده وانا فاهمه. انا عارف الكلام ده. ولكن ما استجد من قانون فيما يتعلق بالنزالات مفيش الكلام دوت. صحيح مفيش الكلام دوت. هو عاوز يوحد القاعدة ويوحد الأساس اللي ماشي عليه كله. تمام. عشان مش واحد دخله مرافق وواحد لسه وواحد عداد كهرباء ومية لسه، فإذن اتصاله على الكل. وبرضه يتوجه للوحدة المحلية المختصة اللي هو الحي يعني اللي هو بيتبعه، ويسأل ويستفسر ويتأكد من الكلام ده. سيد المستشار مين المسؤول عن تقدم بطلب التصالح إذا كان مالك العقار موجود بالفعل؟ يعني هل مالك العقار ولا المستأجر ولا اللي بيشتري شقة؟ مين المسؤول؟ إحنا عشان عندنا الداتا زي ما قلنا في أول الحلقة مش منظم. المفروض هنقول القانوني إيه ونقول الواقع إيه. القانوني إن اللي يقدم طلب التصالح هو المخالف، اللي هو المالك، والمخالف ده اللي هو المالك. تمام. طب المالك مش موجود، المالك باعه ومشي، باعه وتوفى، باعه وسافر، باع عمل اللي عمله. اللي واقع في المشكله دلوقتي اللي اشترى، اللي قاعد هو واسرته ومتورط ومش عارف يعمل ايه. تمام. يبقى نقلنا دلوقتي والله لو المالك موجود اللي هو الاساس والصح وراجل محترم ومش هين عليه الناس تتبهدل، وده يعني نادر قوي اللي بيحصل اللي انا بقوله ده. تمام. هيتكلم معاهم ويناقشوا الموضوع، ممكن يكون المالك ساكن معاهم هو في حته وهم في كل ده وارد. انا بتكلم في ما هو واقع، مش بتكلم ورق وقلم. القانون ايه قال ايه؟ صاحب المصلحه الحته دي ولا المالك؟ المالك ده المالك الصح، ان المالك هو اللي يقدم ده الصح. وفي حاله عدم وجود المالك يبقى شاغل الوحده هو اللي يقدم. شاغل الوحده ده اللي هو الملك، ملك الشقه مش ملك العماره، مش ملك العماره كلها. لو خمسه العماره 10 ادوار وخمسه ما عندهم ملكيه وخمسه ما عندهمش، انا عايز اوصل لنقطه اللي قاعد في الشقة هو اللي طب ممكن اللي قاعد في الشقة مثلا يقوم بالخطوة دي ويرجع المالك؟ ممكن بتاعه ده ايه؟ ده هيبقى نهج بعد كده. يعني ده هيبقى نهج، بس محتاج ناس تبقى تبتكر شوية في القانون وفي المهنة وفي المحاماة وفي القضاء. مش المحاماة لوحدها ومش القضاء لوحده، القضاء مش هيروح يرفع قضية. لازم السادة المحامين برضو في النقطة دي يبتدوا يشوفوا المداخل القانونية اللي يترجع بيها على المالك، لان الاركان المسؤوليه بتاعته واضحه، هو اللي مخالف وهو اللي انا عايز اقول كده. هو مخالف لكن انا في مشكله دلوقتي مع الدوله. لكن في المواجهه الراجل اللي مشتري الشقه او المستاجر، انا في مشكله مع الدوله. انا دلوقتي مش في المالك، الدوله دلوقتي بتقول لي ادفع 100,000 جنيه عشان يا اما هتمشي يا اما هتتكسر الشقه. فانا مضطر ان انا ادفع الفلوس دي، هجيبها من اي حته بس هدفعها. تمام. لكن من حقه يرجع للمالك، يرجع ما فيهاش كلام، يرجع مسؤول مسؤوليه قانونيه كامله المالك كامله، لان هو اذاني ان هو اذاني كمشتري الوحده، اذاني لسببين. السبب الاولاني ان هو بنى غلط، والسبب الثاني ان هو باع حاجه ما ينفعش تتباع. صحيح. يعني ده موضوع ما فيش فيه كلام. الاستاذ عواطف مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ نور اتفضلي يا فندم سؤالك. ايوه استاذي اتفضلي. عايز اكلم المستشار على موضوع. فضلي. انا واخدالي شقه في لوكسر ماشي. الو. ايوه معاك يا فندم. واخدالي شقه في لوكسر ايجار، والايجار ده من 2006. الشقه دي مكتوبه في البن، هي مكتوبه 9 سنوات مجدد، يجوز تجديده. بعد كده مكتوبه في البند الاخير الاضافي يجدد تلقائيا بدون اللزوم للطرفين بزياده 3%. دلوقتي هو عايز يطلعني، عاوز يطلع حضرتك يعني. طب حضرتك البند بتاع يجدد تلقائيا ده
اللي هو بزياده ثانيه بزياده 3% ملوش كماله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في قبلها بكذا. هو مكتوب يجدد تلقائيا بخط اليد. نعم مكتوبه يجدد تلقائيا بخط اليد. ايوه يجدد تلقائيا دي حضرتك بعد اذنك ليها كماله يا فندم؟ ليها كماله ولا يجدد تلقائيا وخلاص؟ لا يجدد تلقائيا بدون لزوم الطرفين بزياده 3%. يعني مش مكتوب ان هو يلغي في اي وقت؟ لا هل يطلعني؟ سؤال حضرتك ايه بقى؟ يعني يطلعها ولا يعني ولا ما يقدرش يطلعها؟ هل عايز يطلعني؟ هل القانون معاه يطلعني؟ طيب حاضر. طيب يا فندم شكرا. هل القانون يطلعها ولا لا؟ 9 سنين من سنة 2006 من 2006 ينتهي 2015 هنطبق البند اللي معاها يبقى من 15 ل 24 تمام؟ ومن 24 ل انا بعد 9 سنين من 15 ل 24 و 24 بعد كده يبقى 33 مش هينفع بقى يفضل يجدد تسعات كده طالما لو العقد لو اصل ممكن يكون الكلمتين اللي انا بقولهم دول هي مش واخده بالها منهم لو الكلمتين دول مش مكتوبين يبقى العقد كده يمشي زي ما هي بتقول كده تستمر 9 ويجدد 9 لو هو رفع قضيه لانهاء العقد تتمسك بانه بيجدد تيت المره الثانيه اول عقد العقد ابتدى عندها 2006 هي بتقول انا بحسب هي بتقول انا بحسب من 2006 9 سنين يبقى 2015 التجديد الثاني من 2015 9 سنين كمان يبقى 3 يبقى 23 بس طيب يعني اذا ايه هو البند اللي حضرتك اكدت عليه في الاخر ده فن مفروض ان في بنود ثابته سابقا في الثوابت عشان احنا حافظين العقود دي فمكتوب في بند بيقول ان هو في حاله لا يجوز اخلاء الاخلاء المال المستاجر مثلا في 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 نهايه العقد انه يجدد في نهايته بفايده بزياده 3% من القيمه الايجاريه تمام في بقى كلمتين ما لم يخطر المالك المستاجر برغبته في انهاء العقد لو موجوده الكلمه دي لو موجوده يبقى هيخطره في التفاسير التسعه اللي موجوده دلوقتي يعني هو مبدئيا من دلوقتي مش من حقه قبل سنه 23 لان احنا في اول احنا التسعه دي ساريه ما يقدرش يمشيها دلوقتي خالص يعني عندها 9 سنين تاني من 15 ل 24 تمام؟ يعني من دلوقتي لسنه 2024 ما ينفعش يطلعها. طب في حاله في عند 24 بقى اللي هي نهايه التسعه نمره 2 9 سنين نمره 2 دول لو في الكلمتين اللي انا بقولهم دول لازم يختار مثلا بيكتب اذا اخطر المالك مثلا المستاجر قبلها ولا عين نكتب بسنه 6 اشهر او 6 اشهر بعدم رغبته في التجديد. لو الكلمتين دول مكتوبين يمشي عليهم. ولازم يمشي عليهم يعني باشا ما ينفعش يديلها اختار قبلها باسبوع لازم قبلها بست اشهر او بثلاث اشهر على حسب الاتفاق والبند اللي في العقد تمام لو الكلمتين دول موجودين لو مش موجودين خلاص طب ايه الموقف لو هو رفض مثلا ياخد الاجره ايه الاجراء؟ تعرضه في المحكمه فلوس عرضه في المحكمه وهي قالت انه رفض ياخد الاجره؟ ما قالتش كده لا هي بتقول يعني لو عاوز يطلعها هو مش حاجه اسمها عاوز حاجه اسمها قانون ولا ولا القانون عاوز يروح المحكمه ولو راح المحكمه هي تتمسك باللي انا قلته ده وتضع المبلغ في خزينه المحكمه تمام بس القيمه الايجاريه بالمصروفات بس حاليا لو الكلام زي ما هي بتقول كده للمره الثالثه هو بقول لها انت من حقك لحد سنه 2024 تسع سنين من اولانيين من 6 ل 15 والتانيين 9 كمان لحد 24 في استفسارات كتير سياده المستشار برضو شيء بشيء يذكر بالنسبه للعقود محدده المده ايه هي اهم البيانات الواجب تتكتب صراحه في العقد المده طبعا بيانات المالك بيانات المستاجر عنوان التخاطب للاثنين الرسمي تمام دي واحد نمره 2 مده العقد الغرض من الايجار كيفية إنهاء العقد يعني أنهي العقد يعني أنا لو كتبت في العقد زي مثلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده لو أنا كتبت في العقد مثلا عقد مدته 3 سنوات ولا يجوز تجديده إلا بعقد جديد خلاص خلصنا خلص الكلام ما ينفعش بقى المستأجر يتمسك بيوم تاني بعد كده خلاص أنا قفلتها يعني افرض أنا مالك وعايز أقفل العقد لا يجوز تجديده إلا بعقد جديد وباتفاق جديد خلاص خلص الكلام ما ينفعش بقى المستأجر يجي يتكلم معايا بعد كده يقول لي أي حاجة سيادة المستشار احنا بنشكر حضرتك على كم المعلومات والتوضيح الخاص بالتصالح في مخالفات المباني ورد على حضرتك على المكالمات التليفونية ربنا يخليك شكرا لسيادة المستشار سامح صفوت المحامي بالنقد والدستورية الأولى شكرا شكرا أعزائي المشاهدين يعني وصلت طلبات التصالح حتى الآن 1,400,000 طلب والامتداد حتى 30 أكتوبر
الشهر القادم. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، لوعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 مساء على الهواء مباشرة. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.